Hello beautiful people, معكم دينا كسبي من بدون فلتر سيزن 4. حلقة اليوم رح تكون على الهوليدي لوك، رح يكون شوي في glittery، فتابعوا معي الحلقة عشان تتعرفوا على كل الخطوات. أولى حلقة اليوم معي منال، هي منال مافي من انستغرام، one of الانفلونسرز المعروفين عنا بالجي سي سي in general. وأهم شيء كمان مختصة بالبيوتي وبتحط ميكاب على نفسها، فلهيك اخترتها لتكون الموديل تبعي وحط لها الهوليدي ميكاب. فأول خطوة رح نبلش بيها هي البرايمر. كيف ما بتعرفوا البرايمر كتير مهم للبشرة أو للميكاب in general، بيحافظ بيحط طبقة قبل الفاونديشن وكمان بيخليه ثابت لمدة أطول. فرح استعمل برايمر لكل أنواع البشرة، وهلا راح استعمل فاونديشن ميديوم لفول كوفريج. احلى شيء انه هو مات وبيضل لساعات طويله، ف راح احط على البشره كلها ببيوتي بلندر. هلا راح استعمل كونسيلر واغطي به الهالات السوداء. كيف ما بتعرفوا الهوليدي ميك اب لازم البشره تكون فلوليس. وهلا بعد الكونسيلر والفاونديشن راح استعمل بلاشر، بس كريمي بلاشر اللي راح يعطيني لوك حلو على البشرة، بيخليه يبين حتى الفاونديشن طبيعي. وهلا باللوس باودر بثبت كل شيء، وراح احط كمية زيادة تحت العين عشان لما احط الاي شادو ما يوسخ لي السكين. بالنسبة للآي شادو رح استعمل أول لون اللي هو شوي براون بس فاتح على العين كلها، وبعدين رح أخذ اللون البراون اللي هو شوي غامق وبلش أحطه على أطراف العين. هلا رح استعمل glitters شوي على شامبين كولر وحطهم بالعين. وهلا رح احط ايلاينر بخط كتير رفيع بس عشان يعطي ديفينيشن اكتر للعين، وحط رموش. اما بالنسبة للحواجب بس رح مشطهم ورح احط شوية قلم بس عشان املي الفغرغات. هلا بعد ما حطيت الاي شادو من تحت العين راح احط شوية ماسكارا. اما بالنسبة للكونتورينج راح استعمل برونزر ونفس الوقت كونتور بس لأعطي شوية تحديد للبشرة. هلا اخر خطوة عندي هي الهايلايتر والليبستيك، وتعالوا تشوفوا معي الفاينل لوك وردة فعل منال. Oh my god, I love it so much.